اختلفت مواقف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بشأن قرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل بإلغاء الإضراب العام المقرر غدا، فما شكون اعتبر أن القرار صائب وفيه تغليب للمصلحة الوطنية، وبين من يرى أن محتوى الاتفاق مع الحكومة ماهوش في مستوى الانتظارات. دواجع وإدني. اتحاد الشغل هو اللي خذ قرار الإضراب، وهو اللي أقدر أنه يعلق ولا يلغي الإضراب، يعني مسألة خاصة باتحاد الشغل. يبقى احنا كسياسيين نعتقد أنه الاتحاد ظلم ظلما شديدا، ومن حقه أن يرد الفعل كيفما يشاء. نراها خطوة جيدة، لأنه يعني التريز كان الناس كل تخمم فيه وما هوش في صلاحة حتى حد. يلزم ثم توازن، والتوازن هذا مازموش يختل ما بين الحزب الحاكم وما بين الاتحاد. نحترم قرار الاتحاد العام التونسي للشغل، ولكن مع الأسف معناتها الاتفاق هذا فارغ المحتوى، لا يلبي تطلعات المجتمع المدني ولا يلبي تطلعات النخب السياسية التي ساندت الاتحاد والتي ناضلت من أجل أن يكون الاتحاد مستقل وأن لا تمارس العنف، لا يمارس العنف على الاتحاد. مع الأسف احنا مازلنا كيسمعنا بالخبر هذايا، ما نقولوش اللي احنا مع الإضراب العام، ولكن كنا نتمناه على الأقل الاتفاق يكون يضمن بصفة واضحة وجلية رفض للعنف اللي يتمارسه رابطات حماية الثورة. هو خطوة في اتجاه خدمة الوطن ومصلحة الوطن، قطع النظر على أنه صحيح وأنه الغلط، أما أول حاجة هي المصلحة العليا للبلاد، وخاصة تو في الظرف الحالي ما تستوعبش هالإضراب هذايا. وأنا رأى أنه خطوة حكيمة، سواء كان بالاتفاق بالحوار اللي عملوه ولا بمراعاة المصلحة الوطنية، في كلتا الحالتين فهي خطوة صحيحة وخطوة حكيمة.